واحد، السلام عليكم ومرحبا بكم في كل يوم قصة وحكاية، ونواصلوا الحكي ديال القصص ديال زوجات جربوا التعدد حتى أكثر من راجل في نفس الآن. وغادي نهضروا على واحد العاملة مغربية مهاجرة، الحمل ديالها غادي يفضح زواجها الثاني، واحد المواطن من دولة أوروبية. هي أم في الثلاثينات من عمرها، عاملة مهاجرة في الديار الأوروبية، جات للمغرب تدوز العطلة ديالها، سارت مجموعة من المدن، حيات صلة الرحم مع الأهل ديالها في المدينة منين كتنحدر، ومشات زارت حتى أفراد وحدين آخرين من مدن وحدين آخرين. الفرحة ديالها كانت كبيرة ملي تجدد اللقاء ديالها مع الأقارب والعائلة ديالها. طبعا هذه الفرحة مفعمة بواحد الحيوية إضافية باش ترجع لديك البلاد في المستقرة وتستأنف الخدمة ديالها في بلاد المهجر. المعنويات ديالها كانت جدا مرتفعة، جمعات بوالز ديالها وش اللي اقتنت وشراتهم من الهدايا باش تعطيهم المعارف ديالها هناك، وش اللي تزودات به من مواد وسلع وملذ وطابة واشتهته من شهيوات مغربية بالامتياز. جمعات هادشي كله، أعدت كل عدة استعدادا لرحلة العودة، بما في ذلك أنها شرات تذكرة السفر في واحد الرحلة جوية ما بين المطار فين عائلتها وما بين المطار اللي موجود في ديك البلد في أوروبا. ما توقعت أبدا باش هاد الفرحة كاملة غادي تتحول إلى حزن وألم، وباش يحدث واحد المكروه ينغص عليها البهجة ديالها والسرور ديالها، الأيام الزوينة اللي عشتها واللحظات الأجمل اللي غادي تبقى من حفرة في الذاكرة ديالها ووثاقتها طبعا بالصوت والصورة، خاصة أنها المرة الأولى اللي كتزور فيها بلادها مرفوقة برجلها الجديد، وهو من يحمل جنسية ديك البلاد فين هي مستقرة. كان اليوم هو 7 من يناير اللي أفراد من العائلة ديالها رافقوها للمطار باش يودعوها ويرجعوا الأدراج ديالهم في انتظار إقلاع الطائرة وتمشي في حفظ الله وأمانه إلى البلد المستقرة فيه. كانوا كينتظروا منها شي اتصال ليطمئنهم على الوصول ديالها بسلامة. قبل ما يرن الهاتف واحد فيهم فتح الخط، فإذا بصوت غير مألوف استفسره عن القرابة ديالو للسيدة قبل إخباره بوجودها في ضيافة الشرطة. هذا الإجراء كتكفلو القوانين لكل متهم حرس نظريا وفق القوانين الجاري بها العمل، لكن هذا الخبر نزل بردا وسلاما على العائلة ديالها. للأسف الفرحة غادي تتحول الشيء اللي ما توقعوش. لا أحد منهم اهتدى في البداية لسبب معقول هذا الاعتقاد قبل ما يكتشفوا الحقيقة لاحقا بعد الإحالة ديالها عن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية. المتهمة شدوها الأمن ديال المطار أثناء الاستعداد ديالها للركوب ديال الطائرة ومغادرة التراب الوطني، لأنها كانت مبحوث عليها بموجب مذكرة بحث وطنية بناء على شكاية تقدم بها زوجها السابق، تقدم بها لدى النيابة العامة قبل 6 شهور من هذا الاعتقال. شكاها بعد ما اكتشف حقيقة الارتباط، يعني الزوج الأول هو من الجنسية ديالو من ديك البلد في المستقرة، واشتكاها بعد ما اكتشف حقيقة الارتباط ديالها بمواطنه والإنجاب ديالها طفل ما زال رضيعا، رغم أنها ما زالت في العصمة ديالو، إذا ما تلقاش وما لجأتش لا هي ولا هو باش يفكوا ارتباط الزوجين من بنياتهم. النيابة العامة بعد ما تشدت وتحلت عليها أمرت بالتحقيق في هذه الشكاية، والأمن شدها بعد إصدار ديال مذكرة بحث حيث ما حضرتش الولايات الأمن باش يسمعوا لها في شأن الشكاية قبل ما يتنقط في المطار وتشد وتقتاد لولاية الأمن للتحقيق معها. الزوج الأول تفاجأ الهجران ديال الزوجة ديالو للبيت الزوجية بعد شهور قليلة دوزوها في سعادة تامة. كانوا تزوجو في 9 من يناير تقريبا، هادي دابا دازت شحال 15 عام.
بعد القيام بالإجراءات الإدارية والدينية، دار كل شيء، سلم هو يعني تزوج على سنة الله ورسوله، وما بخلش عليها أبدا، أغرقها بالهدايا والشاري ليها واحد الابارتمون في واحد الحي من المدينة مني كانت تنحدر قبل ما تلتحق بمسكة رأسه، يعني في ألمانيا في إطار تجمع العائلي، عفوا المهم دازت في إطار التجمع العائلي بلا ما يثمر الزواج ديالهم أبناء، رغم طول سنوات الزواج والتحاقها به. تعاملها معه تغير بعد ما حصلت على الإقامة المفتوحة، رغم أنه ما عمره ما قصر في واجبه في اتجاهها كزوج، كان معها متسامح، ما عمره ما حاسبها أو عاتبها على قلة الاهتمام، حتى اكتشف بشكل متأخر الاستقرار ديالها مع شاب واحد آخر من نفس الجنسية، رغم أنها ما زالت زوجته بعقد شرعي لم يفسخ بطلاق. الصدمة ديالو كانت كبيرة بعد الإشعار ديالو من طرف صالح الحالة المدنية في ديك الدولة، شعارها كتابيا بكون مرته حامل من خليلها الطباخ. كان يودان بعد تسجيل الاعتراف ديالهم بالأبوة ديالهم للطباخ ولا هي لهذا المولد الأنثى لدى السلطات في ديك البلد، بلا ما يعرفوا أن هذه الخطوة ديالهم غير محسوبة العواقب، وغادي تفضح الحقيقة العلاقة ديالهم غير الشرعية بعد ما تعرفوا وشاركها الفراش، الشي اللي نتج عنه حمل قبل ما توضع ديك الابنة قبل عام ونص من الاعتقال ديالها، وحصول الطلاق فعليا في وقانونيا في وقت لاحق لذلك. الشي اللي اكدته هي في الاعترافات ديالها التمهيدية واثناء المثول ديالها امام المحكمة، اكدت انها بشرت مسطرة الطلاق قبل ما تتزوج بالشخص الثاني، لكن عقدت عليه قبل ما يخرج الطلاق، وتحدثت على أن راجلها الأول كان عندها معاه خلافات تقريبا بعام قبل لسوء معاملته لها والرفض ديالو الإنجاب معها، وتحدثت على اللجوء ديالها من قبل ما تقدم على هذه الخطوة غير محسوبة العواقب، اللجوء ديالها إلى الجمعيات في ديك الدولة، هذه الجمعيات كتعنى بالنساء ضحايا العنف الجسدي والنفسي، وأكدت أنها تعرفت الزوج الثاني أثناء المباشرة ديالها ديال ديك الإجراءات الإدارية اللي كتمهد بها باش تطلق، لكن كل شيء هاد الشيء ما قنعش المحكمة بغير وجود جرم، وأدانتها يعني المحكمة الابتدائية بشهرين ديال الحبس النافذة، 500 درهم كغرامة نافذة بعد ما متعتها بظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية ولكونها أم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وإلى فرصة لاحقة إن شاء الله.